كتعرفوا بلي انا وقت ما وريت لكم صالون في اي فيديو ديالي كندير معاه موسيقى اطلس، موسيقى مغربيه رائعه رائعه بزاف بزاف. الموسيقى المعروفه عندنا في المغرب موسيقى الاطلس، وما كانت علاش عليها اي موسيقى. الصالون المغربي صالون لا يعلى عليه، يبقى دائما صالون مغربي محض كنفتخر به في اي بلد كنا وفي اي مدينه كنا. يلا البنات تابعوني، تابعوا الفيديو. ان التوب عندي فيه الدوغي، ها هو كتشوفوه الزواقه ديالو كله بالدوغي، سدا درتا هما فيهم الدوغي. غادي نبقى على هاد لا كولور توجور، سا ريسترا لو صالون كولور دوغي، دائما غادي يبقى صالون لون ذهبي، ما غاديش نشانجي لا دوغي، يعني ندير تغييرات ولكن دوغي تيبقى دائما هو الدوغي. فوالا، لانه كيجي زين في الطفريشه، كيعطي واحد النظريه زوينة، صالون اون بيل فيو بوغ لو صالون كولور دوري. فوالا، بصح التوب ديال الطلنت ما غاديش نبدلو، لانكم عرفتوا بلي التوب ديال المبره المحفره واحد الموديل اللي ما عمرو كاين قرض. المبره المحفره هي دائما موجوده وما عمرها كت كما كنقولوا ما عمر كيتسالى الموديل تاعها، كتبقى دائما وابدا. نشوفوها هاد التوب انا راه كنصبنو، هو الا جيتي من هاد الجهه كيبان لك ابيض، فوالا عندو الغفلي، فوالا هنايا كيبان ابيض، ومني غادي نرجع لهاد الجهه هنا كيبان ماغون. شفتو عندو دو كولور. انا هاد التوب كنصبنو، هانتوما شفتو هو كيرجع بيد، كنصبنو بصابون وتندير ليه جافيل، جافيل كنديرو لهاد التوب. فوالا راه مدة هو عندي، راه انا شويتو صافي شحال غادي نقول 2014 واقيلا، من 2014 هو عندي. كنجلسو عليه كنوضو الدراري تبارك الله وكل شيء كل شيء، يعني توب منقوليكمش يعني زوين. الا باش الواحد يشري شي حاجه زوينه واخا تكون زايده في الثمن، حاجه اللي كتصبر وكتبقى زوينه وما كتخسرش. التوب عنده صحيح غليظ زوين، زعما الله يعمر ليه الدار. فوالا نقول لكم الله يعمر ليه الدار. فوالا انا ما غاديش نبدل دابا بعد هذا الوقت، دابا ما غاديش نبدل، غنخليه هو، غنخليه ندير فوق منه الحيفات، مي ماشي دوك الحيفات الطوال، غادي ندير غير نص نص ونخليه. فوالا باسكو باقي زوين الثوب، ما نضيعوش نتهلا فيه وصافي، نبقى مهليا فيه هكا نتهلا في الثوب. يلا.